باتجاه مديرية حيس تمضي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في إطار معركتها لتحرير محافظة الحديدة. المصادر تتحدث عن تطويق قوات الجيش المدعومة من التحالف العربي لمديرية حيس بعد سيطرتها على مثلث حيس الخوخة وبدئها عملية تمشيط للمزارع والطرقات شمال حيس. 10 كيلومترات هي المسافة الفاصلة بين مديرية حيس التي بات الجيش على مشارفها وبين مديرية الخوخة التي أعلنها الجيش يوم الخميس محررة كأولى مديريات محافظة الحديدة. عسكريون أعدوا هذا التقدم الذي حققه الجيش المسنود بالتحالف في مديرية الخوخة نصراً عسكرياً استراتيجياً في معركة الساحل الغربي، وخصوصاً في معركة الحديدة التي تهدف من خلالها الحكومة لتحرير المحافظة بالكامل وبسط سيطرتها على مينائها، سيطرة يقول مراقبون إنها ستضيق الخناق على ميليشيا الحوثي وستقطع طريق إمدادها الرئيسي، خاصة وأن الميليشيا ومنذ انقلابها على الدولة استخدمت الميناء لتهريب السلاح القادم إليها من إيران وتحصيل الضرائب لصالح مجهودها الحربي، كما نهبت المساعدات الإغاثية القادمة عبره، فضلا عن أن هذه السيطرة ستساهم في تأمين الملاحة الدولية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفي السياق ذاته حذرت من اقتراب المواجهات إلى مناطق سكنية مكتظة في الساحل الغربي، كما طالب مديرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية المدنيين والسماح بالمرور الآمن للذين يرغبون في اللوذ بالفرار من الحرب. وبين الحسابات العسكرية والسياسية التي تفرض المعركة كضرورة، تبقى الورقة الإنسانية هي المعيار الأهم لجدواها، خاصة في ظل جدل التكلفة الإنسانية لهذه المعركة. فهل ستكون معركة الحديدة كما يأمل الناس؟ طوق نجاة لسكانها الغرقى في الجوع والمرض؟